السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عزيز من لوسيت فيزيون تكنولوجي بون كوم. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد التطبيق جديد اللي هو من التطبيقات ديال لوسوير، مسيح ضوئي للتعرف على الكتابة داخل الصور أو من خلال أخذ صور الأوراق. هذا التطبيق هو سميتو بريزمو جو، جديد في متجر أب ستور. هذا التطبيق كان متواجد وباقي متواجد في الستور بالشكل القديم ديالو اللي هو بريزمو، اللي فيه واحد اللي هو مدفوع. كنت في الوقت اللي كنت ندير لي تيست ديال هذا النوع ديال التطبيقات اختاريت اني نخدم بتكست جرابر اللي كان هو ارخص والامكانيات ديالو ذات جوده اكبر من هذا التطبيق ديال بريزمو، ولكن فاجاتني الشركه باخراج هذا التطبيق اللي هو بريزمو جو. الاختلاف بينه وبين التطبيق الاول اللي هو بريزمو هو انه هذا بريزمو جو من الجيل الجديد من التطبيقات التي يعتمدوا على ما نسميه بالفخينيوم، بحيث ان تيليشارجي او تم تحميل التطبيق مجاني، ومن داخل التطبيق باش تستفد من جميع المزايا ديالو ضروري ما تشري مشتريات داخل التطبيق، وهذا هو اللي تنسميه الفخينيوم وما ينطبق على هذا بريزمو جو، بحيث انه تيليشارجي بالمجان وباش تستافد من المزايا اكثر خاصك تشري داخل التطبيق محتويات اخرى. ولكن اللي زاد فاجئني في التطبيق ان الاساسيات اللي حنا المكوفين ضعاف البصر اللي اصلا موجه لهم هذا التطبيق ديال بريزمو جو ممكن انا نستافدوا من واحد المزايا جميله فيه بلا ما نخلصوا، كما تنقولوا بلا ما نخلصوا تريال. بلا ما نطول عليكم غادي ندخلوا للتطبيق. Setup, 14 nouveaux éléments. Prismo Go. Prismo Go. Réglage. LOCR sélectionné français. OCR intégré. Le flash est off. La stabilisation est off. Bouton. تعطيني واحد المجموعه ديال المعلومات في اول مره تنحل التطبيق. غادي نشوفوا الواجهه الرئيسيه ديالو الفوق على اليمين. Français. OCR intégré. تعطيني التطبيق اللغه اللي انا مستعمل. هذا التطبيق فيه واحد المساله جميله لانه تيتعرف على الصور او الكتابه داخل الصور بمجموعه من اللغات منها الفرنسيه والانجليزيه خارج او بدون حاجه الى اتصال انترنت او كونيكسيون انترنت، بحيث انه تستخدم داك الشيء غير لوكال في الايفون، مع كامل الاسف هاد اللغات اللي معطيه لوكال ما نو سيبورت با اللغه العربيه. اللغه العربيه باش نستافدوا منها من خلال التطبيق خصنا ندوزو ونشريو واحد الباك باش نخدموا به بالانترنت، اللي كيعطينا امكانيات ديال استعمال مجموعه من اللغات منهم العربيه. ولكن بالنسبه لنا نحن المغاربه بصفه عامه اللي حنا البيلانغ واغلب الاوراق ديالنا ولي دوكيمون لا في الدراسه لا في العمل تتكون مكتوبه بالفرنسيه، هذا التطبيق غادي يفيدنا بزاف. ندوزو من غير لغه. فلاش اوف الا بغينا ناكتيفيو باش يبقى يشعل لنا الضو ديال الليد ديال الفلاش ديال الايفون باش يعطينا جوده اكثر في اخذ الصوره. انا تنخليه فلاش اوف لان دابا انا في واحد البلاصه ما كاين ذات اناره جيده. ريغلاج بوتون ريغلاج ندخلو لي ريغلاج ونكملو تصفح الواجهه الرئيسيه من بعد. ريغلاج اون تيت اشتي لو باك دي اكسبور بوتون اشتي لو باك دي اكسبور اشاجي ناب هي تيقول لنا اشا ايناب، هي اللي قلت لكم المشتريات داخل التطبيق او كما قلنا ما يسمى بالفرينيوم. شنو عطينا باش نشريو من داخل التطبيق باش نستافدوا من الامتيازات ديالو 100%؟ جوج ديال الحوايج اللي هما باك ديكسبور. غادي نقولوا باك ديكسبور. Le pack d'export permet de copier coller le texte reconnu et de le partager. Il permet aussi d'interagir avec le texte composer un numéro téléphonique reconnu, initier la navigation vers une adresse, écrire un email ou accéder à une URL. كما سمعتوا معايا ان هاد الباك ديكسبور تيمكننا ان بحال دابا مثلا تعرفت على شي تيكست فيه شي رقم هاتف نكليكي مباشره داك الرقم ديال الهاتف ويعطيني نتصل به، او الا كان شي موقع الكتروني تعرف عليه اوتوماتيكمون غنبارك على داك الموقع تيردوا لي ليان وتعطيني نيشان ندخل باش نشوفو. بدون هاد لوبسيون تيتعرفنا على التكست غيبقى يقرا لنا بحال دابا الا قلنا شي رقم التليفون يقول لي 0661 كذا كذا كذا، ولكن ما يعطينيش الامكانيه اني باش نبرك عليها باش نقدر انتيغاجي معها ولا نتصل بها. كذلك نفس الشيء بالنسبه للكتابات الاخرى اللي تعرف عليها باك دي سبور. وكذلك acheter estomper bout en cours restaurer les achats intégrés en cours pas avertissement connexion à l'App Store impossible OK bouton il y a connexion à l'App Store 0851
غادي centre de نديزاكتيفي contrôle. الويفي Wi-Fi. Bouton désactivé. ونشوفو دابا شنو عطينا. Acheter 4 WhatsApp. Message acheter WhatsApp. Message acheter 4,99. 4,99 تقريبا 5 اورو ما يعادل 50 درهم او 55 درهم باش تشري هاد الخدمه من داخل التطبيق. وكما قلت ماشي ضروري ان نشريوها باش نخدموا بهذا التطبيق. OCR en ligne. Beta. OCR en ligne. OCR en ligne. Réglage. LOCR en ligne, reconnaissance optique de caractère fournit une précision accrue et propose des langues supplémentaires. LOCR en ligne nécessite une connexion internet. Chaque requête au service consomme une unité plus d'informations. Lien. أن مجموعة من اللغات supportées en ligne ومنها العربية كليك دوبل كليك. Plus d'informations. Langue supportée. Niveau D en tête 2. Allemand, anglais, arabe, chinois simplifié. سمعتوا معايا allemand, anglais, arabe. يعني العربية كاينة في الاختيارات. تيقول لك كذلك أنك خاصك تشري واحد العدد ديال لي زونيتي وكل يونيتي كنت ما صورتي شي تصويره تحيد لك يونيتي بحال تشري مثلا 50 درهم ديال لي زونيتي 50 درهم كنت ما صورتي تحيد لك درهم 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 تاكل داك 50 درهم كامله غنشوفوا الاثمنه الحقيقيه من داخل التطبيق عندي سولد زيرو يونيتي اشتي اون تيت اشتي هنا تيكون عاطينا في الاول با دو با Pardon. Pack de 10 essais gratuits. Pack gratuit. de 10 essais. يعني 10 ديال التجربات مجانية. أنا ما قيمة استعملتهاش لأن ما لقيتش الحاجة ليها. Pack de 100, 0,99. Pack de 100. يعني نقدروا ناخذوا 100 تصويرة باش نتعرفوا بعد 100 ورقة بالعربية ب 0,99 تقريبا 10 1 أورو اللي هي 10 درهم تقريبا. Pack de 1000, économiser 50, 4,99. 1000 يعني 1000 يونيتي ب 4,99. تنظن ان الاثمنه مناسبه خصوصا للناس اللي تيهمهم انهم يستافدوا من هذه الخدمه ديال التعرف على العربيه في الصور خصوصا كما تنقول اللي مازال في المجال الدراسي او في مجال العمل ديالهم تحتاجوا التعرف على هذه اللغه اللي هي العربيه من داخل الاوراق او الملفات اللي يوصلوهم في الايفون ديالهم غادي نرجعوا غادي نكملوا Langue préférée, français. Langue bouton. Préférée français, la nartale est en français, la n'a, qui m'a dit, qui est l'imagénia, où on cherche la connexion internet. Détecter les QR codes. بوتون ديتيكتي لي كيو ار كود هاد لي كيو ار كود واحد المربعات صغيره تتكون تحتوي على واحد المجموعه ديال المعلومات يكفي اننا نصوروها بالكاميرا بلاباري فوتو ديال الايفون يكون عندنا التطبيق المناسب وتعطينا المعلومات اللي مخفيه من وراء داك الكيو ار كود وهذا ان شاء الله غندير عليه واحد البودكاست خاص انريجستري فوتو دون البوم بوتون انريجستري فوتو دون البوم انا ديزاكتيفيتيها باش الصور اللي ناخذهم من خلال التطبيق ما يمشوش ليا البيليكول يبقاو غي في هذا التطبيق مود ايكونومي دينيرجي بوتون مود ايكونومي ديال انرجي انا اكتيفيتو باش التطبيق ما يكونسوميش ليا لا شارج بزاف لان تنستعمل انا هذا النوع ديال التطبيقات كثير وفي الشرح ديالو تيقولوا لينا L'affichage du texte détecte tes caméras ainsi que certaines autres fonctionnalités sont désactivées pour conserver à l'énergie la précision de la reconnaissance de texte n'est pas affectée. Twitter, هذا التطبيق تيقي يديزاكتيفي بعض دي زوبسيون اللي هما ثانويه ولكن جوده التعرف على الكتابه من خلال الصور ما تتافكتاش بالاكتيفاسيون ديال هذه الخدمه. ليكتور فوكال en tête. ليكتور فوكال لان الجميل في هذا التطبيق انه تيمكننا ان يقرانا بصوت غير الصوت اللي انا بحال دابا انا تنستعمل في فويس اوفر هاد الصوت ديال سيري اوم ونقدر في هو دايرين الصوت اللي باغ ديفو اللي تيقرا لينا في التطبيق هو ديال توما بجوده عاليه وغادي نشوفوا هذا الشيء بعد قليل شنو تيعطينا في هذا الاختيار lire le texte automatiquement. Lire le texte automatiquement يعني ناخذ غير ناخذ الصوره اوتوماتيكمون يبقى يقرا ليا المحتوى ديالها وهذه انا كنت ديزاكتيفيها واكتيفيتها باش ما بقاش عاد نحتاج نبقى نبالي بصبعي باش نقرا التكست اللي نتعرف عليه. Partager en tête. Partager هنا تيقول لك الا بغيتي تبارطاجي التطبيق ف Rédiger un avis sur partager sur Twitter. Un avis في App Store ولا في Twitter. Partager sur Facebook. ولا Facebook الا بغيتي دير لهم الاشهار ولما لا ممكن ان الانسان يبارطاجي في تويتر وفيسبوك باش يتعم الفائده للجميع. Et support en tête. Automatisation bouton. Diagnostic et utilisation. Boot poser une question. Boot Prisma iOS bouton. هنا تعطينا بعض المجموعه من التطبيقات ديال الشركه اللي كما قلت لكم كاين بريزمو اي او اس بريزمو ماك او اس بريزمو ماك او اس لي زورديناتور ابل اي او اس وكاينين بعض التطبيقات الاخرى كاربو اي او اس اللي ممكن يكتشفوها الاخوان بالدخول لقائمه لي ريغلاج ويكليكي على اي تطبيق بغا ويكتشفوا الراجل نقدروا اوكي
نخرجوا من الفوق اللي ما كاين اوكي وغادي OCR نكملوا sélectionné les français. OCR intégré. Le flash est off. La stabilisation est off. نكملوا Bouton. كذلك التصفح ديالنا للصفحه الرئيسيه كاين عندنا importer l'image. Importer l'image يعني تيعطينا ناخذوا نامبورتي ليماج سواء من البيليكول سواء من الاي كلاود درايف سواء اخر صوره خديناها نكليك على دبل كليك تاني البوم فوتو البوم فوتو غيدخلني للالبوم فوتو نختار الصور اللي بغيت نتعرف عليهم importer un fichier. Importer un fichier تعطيني بحال ندخل الاي كلاود درايف ديالي ونتيليشارجي شي فيشي تما شي بي دي اف ولا شي حاجه نتعرف عليه. Dernière photo prise. ولا dernière photo هذه ميزه رائعه ملي نصور شي تصويره تنمشي ندير هذه الاوبسيون وتندير dernière photo prise تياخذ عليا مباشره. Annuler. نديرو annuler ولا كاين عندنا prendre une photo. Prendre une photo مباشره من الدوكيومون اللي كنا قدامنا. OCR sélectionné français. OCR intégré. Le flash est off. La stabilisation est off. بوتون هنا تعطينا مجموعه ديال الاختيارات اللي لي بارامتر اللي حنا ديجا مختارين انا شنو ندير اول غندير بوندر اون فوتو عندي هنا امامي واحد الصوره اللي ما عرفتش بصراحه ما عرفتش شنو فيها هو تيكست وفيه مجموعه ديال الصور بغيت ندير لها انا واحد الامتحان باش نشوف واش غادي يتعرف ليا على هذا الشيء مزيان ناخذو بوندر اون فوتو بوتون اون تيت بوندر اون فوتو اون تيت بونوس بوز هومو بونوس Description 1. Bonus de 120% sur toutes les recharges par carte, panier et mobile cash. Validité. On aide pendant un mois. Promo lancé 4 jours par mois. Du 1 et au 2 mars 2. Bonus de 100% sur les recharges via mobile cash. Valable un mois. Promo lancé 15 jours par mois. Il a l'air de me dire que l'IA Jodahalia ou بدون تقريبا اي خطا ورغم ان التكست اللي صور الورقه اللي صورت فيها مجموعه ديال الصور خدا غير لو تكست وتعرف عليه وعطاه ليا تقرا ليا بطريقه رائعه نشوفوا في هاد لاباج اللي قلنا اللي تعرف لنا فيها هاد الصفحه اللي تعرف لنا فيها على التكست نشوفوا شنو الاختيارات اللي عندنا retour à l'appareil photo بوتون عندنا لتحت على اليسار retour à l'appareil photo اذا بغينا نرجعوا ناخذوا صوره اخرى retour à l'appareil photo retour à l'appareil photo répéter بوتون répéter la brine عاود يقرا لنا التكست اللي كان تيقرا لنا lecture bouton lecture الى بغينا يقرا لنا التكست مباشره اللي تعرف لنا عليه arrêter bouton arrêter تنديرو arrêter vitesse de lecture vitesse 83 bouton de lecture 83 كليك على دبل كليك vitesse de lecture 83 ajustable 83 نطلع انا الفوق متاع جاني شويه ثقيل 88 93 درنا 93 ونخرج درت الحركه ديال اني تندير في الصباع تندير بحال غادي ندير بجوج صباع في ليكرون اس باش ندير داك الحركه ديال غوتوغ كوبي بوتون عطينا كوبي لو تيكست فرونسي بوتون كوبي بوت بارتاجي بوتون عطينا بارتاجي ان كليك على بارتاجي هاد بارتاجي غادي نشوف مثلا واتساب واتساب نكليك سيليكسيون ندير بحال نبارتاجيها في الجروب فريكامون كونتاكتي فيزيون تكنولوجي بحال نبارتاجيوها في فيزيون تكنولوجي نشوف معاها تكنولوجي روى envoyer بوتون envoyer شوف شنو غيكتب لينا هنا Champ de avis, champ de texte. Modification en cours. Bonus promo, bonus de traité avec Prismo Go. Acheter le pack d'export pour accéder au texte et supprimer ce message. Mode caractère. Point d'insertion au début. Juge Kalimat, c'est le Kalimat, tu as acheté le pack export, il a besoin de partager. Bdoun had le message. Il y a un clic envoyé. Radi sift le partage, les partages. Tu vois qu'il y a une personne qui partage avec eux ou le chers qui partage avec eux. Juge Kalimat, tu as le texte. Il y a un texte. Il a acheté le pack export pour pouvoir exporter ce texte. Il y a من بعد بين الامتيازات اللي خاصنا نشريوها في التطبيق باش نستافدوا اننا بغينا بارطاجيو لو تيكست في اي تطبيق ولا باغ ايميل ولا اي حاجه هنا ندير envoyer annuler بوتون دو رتور بوتون دو annuler بوتون annuler بونوس نديرو copier 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 انا كوبي التكست وغادي ندير عاوتاني نفس العمليه غادي نمشي مثلا بكوبيي بريزمودو نمشي لامي واتساب 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 ليست دو ديفوزيون اكسكام فيزيون تكنولوجي ماشي فيزيون تكنولوجي 4 فيديو دو ليزر كاني سازي سير ميساج فيديو دو ليزر كاني دوري 50 ديبلاسمون دو بوان دي انسيرسيون حذف عين فيديو دو ليزر كاني دوري 50 غادي ندير هنا فرونسي كلافي سويفون فرونسي كلافي سويفون العرب ماجوسكول فيديو دو ليزر كاني بوت بي ماجوسكول ماجوسكول يو Y, T, R, E, Z, A. Envoyer. Saisissez un message. Champ de texte. Modification en cours. Déplacement du point de collé. Sélectionner. Tout select. Coller.
Commande de menu. تقولي Bonus promo bonus de traité avec Prismo Go. Achetez le pack des exports pour accéder au texte et supprimer ce message. بنفس العملية أنا بغينا نتحايلو عليه باش نكوبي التكست وعطاني نفس العملية يعني أي طريقة اختارينا باش نكسبورتيو لو تكست تيعطينا هاد الميساج ديال خاصك تشري لو باك ديكسبور باش تقدر تستافد من هاد الخدمة. سيليكتور دي اب نرجعو للتطبيق يعني إلا بغينا غير نتعرفوا على الكتابة من خلال الصور سواء جبناها من البيليكول ولا خديناها مباشرة بالفرنسية هاد التطبيق خدام 100% لأي شخص بغى يستعمل هاد الاختيارات مجانا. إلا كان باغي يتعرف على العربية ولا باغي يبارطاجي المحتوى اللي تتعرف عليه ضروري يدوز يشري الاختيارات او هاد الامتيازات كما قلنا وهي ما غالياش البارطاج 4.99 و للتعرف على اللغه العربيه عن طريق الانترنت سي 0.99 100 ورقه نقولوا الا بغينا نتعرفوا عليها و 4.99 الف حاجه ماشي هي غاليه غير بين قوسين باش نشريو التطبيقات تيقولوا لنا الناس بالله راه ما عندناش امكانيه ما عندناش الكونت بونكير انترناسيونال غير بحثوا الناس حنا هنا في الرباط في في في, في السويقه تنلقاو الناس اللي تيبيعوا لنا داك الكارت ايتونز 25 اورو تقريبا تتباع ب 300 درهم ولا 320 درهم لقيتهم حتى هما في كازا تيتباعوا يعني ممكن ان الانسان يمشي يشري دي كارت ايتونز ب 25 اورو ويستافد من غير هذا التطبيق يستافد من مجموعه الاشياء لان كاين مجموعه ديال التطبيقات اللي تتهم المكوفين وضعاف البصر وهي مؤدى عنها وماشي شي ثمن غالي يعني 25 اورو غتشري واحد المجموعه ديال التطبيقات اللي غادي يبقى يخدم بها الانسان يوميا سواء قلت لك في هاد دوك الا تعرفوا الناس شي حد اللي جاي من برا ممكن يطلب منه ياخذ لي ديك كارت ايتونز ديال 25 اورو ويجيبها لي معاه. نقطة أخرى وخا هذا ماشي هو الموضوع ديالنا أن إلا كنت عندي كونت أب ستور فرنسي ضروري ما نشري الكارت أيتونز فرنسية وإلا كان عندي كونت أب ستور أمريكي ضروري نشري كارت أيتونز أمريكي لأن هاد الكارت أيتونز بحال الفلوس ما يمكنش يكون عندي كونت أب ستور فرنسي وعندي فلوس بالدولار ما يمكنش يعني إلا عندي كونت أب ستور فرنسي خص يكون عندي كارت أيتونز بالأورو باش نقدر نستافد منها. نعاودو نديرو ليكتور ليكتور بوتون 3 Bonus de 2000 F sur les réabonnements à Canal Plus via MobiCash. Jusqu'au 28 février 4. Promo transfert de bonus le 22 février. كما لاحظتوا معايا تقرا بواحد الطريقه رائعه غادي نرجع للروتور على الطريقه وغادي ندير امبورتي ليماج امبورتي ليماج ندير البوم فوتو البوم فوتو البوم فوتو كنت خديت واحد الصوره البارح من واحد التطبيق سيلفي دي بانوراما دو فوتو لايف فوتو كابتور ديكران كنت تنقرا في واحد لو تيكست فوتو بورتري ها هي شوف شنو يقرا لنا 50% بوتون Tous les articles, l'application intègre un outil d'OCR disponible sans connexion Internet, compatible avec 10 langues, ainsi qu'un moteur de reconnaissance des caractères en ligne, plus précis et prenant en charge 22 langues. Prismo Go comprend enfin un mode spécifique pour les aveugles et malvoyants et est optimisé pour les derniers systèmes de la pomme, avec la prise en charge du presse-papier universel, du multifenêtrage sur iPad, des extensions d'iOS et une poignée de ressources. الى لاحظتوا معايا هذا المقال هو المقال اللي تيهضر على لابليكاسيون بريزمو جو اللي بيه تعرفت على هاد لابليكاسيون لان يلا خرجت قلت لكم حديثه ورائعه نتمنى ان التسجيل يكون يروق لكم ونكون ما طولتش عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.